السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى الحلقة الثانية من سلسلة حلقاتنا التي نستضيف فيها سيد الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني السابق أو الأسبق ورئيس حزب الأمة القومية السوداني. حياك الله ومرحبا بك مرة أخرى سيد الصادق. كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند فجر الاستقلال في السودان عام 56، والآن أود أن أتحدث معك بشأن أول انتخابات ديمقراطية أقيمت في السودان بعد الاستقلال، كانت عام 58. فاز حزب الأمة بنسبة جيدة بالإضافة إلى أحزاب أخرى، الحزب الاتحادي الديمقراطي، وأول رئيس وزراء ديمقراطيا منتخب في السودان كان إسماعيل الأزهري. إن كان هذا صحيح، حكومته لم تعمر طويلا، لأنه بعد أشهر قليلة أتى أول رئيس وزراء سوداني من حزبكم السيد عبد الله خليل. كيف حدث هذا؟ لماذا لم يعمر طويلا إسماعيل الأزهري ووصل عن حزب الأمة السيد عبد الله خليل كرئيس وزراء للسودان؟ السيد إسماعيل الأزهري كان يمثل الحزب الوطني الاتحادي الذي فاز بانتخابات 1954، ولكن فيما بعد انقسم هذا الحزب إلى قسمين. عفوا، الانتخابات 54 يعني قبيل الاستقلال كان في انتخابات؟ نعم، كان هناك انتخابات، وهو كان رئيس الوزراء في أثناء الحكم الذاتي قبل الاستقلال. كان في فترة حكم ذاتي قبل الاستقلال، مفهوم. في نهايتها انقسم الحزب ودخلت الأحزاب في انتخابات 1958. نتيجة الانتخابات كانت لحزب الأمة نصيب، وحزب الوطن الشعب الديمقراطي اللي هو بقيادة السيد علي عبد الرحمن وهو حزب الختمية، هؤلاء كونوا الحكومة ائتلافية، انتخبت السيد عبد الله خليل رئيسا للوزراء عن حزب الأمة. عن حزب الأمة، نعم. الفترة الديمقراطية المذكورة هذه ظلت تعاني من مشاكل، لأنه كان في خلافات داخل الحزب، الانقسام الذي حدث في الحزب الوطني الاتحادي، وكانت في مشاكل. ونتيجة لهذه المشاكل، خصوصا وأنه حتى في الائتلاف بقى في موقف خلافي حول السياسة الخارجية، يعني مثلا كانت في المعونة الأمريكية اللي عرضت الحكومة الأمريكية السيد عبد الله خليل قبلها، ولكن السيد علي عبد الرحمن اللي هو بيمثل الحزب الآخر رفضها. نعم. بقى في توتر في داخل الحكومة. بالمناسبة السودان حينها توجه دوليا وخارجيا أين كان؟ باتجاه واشنطن أو موسكو؟ كان يعني محايد، لأنه كانت فترة استقطاب حينها، استقطاب. أيوة، دولي سياسي كان كبير. محايد، لكن قبول يعني مصر كانت في عهد عبد الناصر شرقية الاتجاه، ولما عرضت المعونة الأمريكية كانت اختبار. السيد عبد الله خليل قبل حزب الأمة، قبل المعونة الأمريكية. الحزب الشعب الديمقراطي رفض لعلاقته مع مصر، في رأيي ده خلق اضطراب في الحكم، وبقت في مشكلة كيف نحقق استقرار مع وجود اضطراب بين الأحزاب. والدي من الناس اللي هو كان رئيس حزب الأمة، رأيه أن علاقتنا مع الشعب الديمقراطي غير منطقية، لأن الشعب الديمقراطي يعني علاقته وثيقة مع مصر، وحزب الأمة علاقته بعيدة مع مصر. ولذلك كان يرى فضل ائتلاف من الحزب الشعب الديمقراطي، وعمل ائتلاف مع السيد إسماعيل الأزهري. وده بيعني السيد إسماعيل الأزهري يأتي رئيس وزراء، يعود مرة أخرى رئيس وزراء. نعم. السيد عبد الله خليل كان يرى غير ذلك، ويرى أنه عفوا، عبد الله خليل ما كان منصبه، هو قيادي في حزب الأمة، ما كان منصبه، لأنه الرئيس هو والدكم السيد الصديق المهدي. هو أمين عام حزب الأمة، أمين عام، ووالد رئيس الحزب.
في ملابسات، هذه الملابسات كانت يقال أن عبد الناصر كان عايز يجمع أزهري مع علي عبد الرحمن وكأنهم يعملوا حزب أو حكومة موالية لمصر على حساب عبد الله خليل وحزب الأمة. نعم، والدي كان يرى أن العلاقة الأقرب بين حزب الأمة وأزهري. المهم حصلت هذه المسائل، السيد عبد الله خليل رأى أنه أفضل حل للمشاكل عشان يكتب الدستور، لأن الأحزاب مضطربة، يسلم الحكم للعسكريين لقيادة القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق إبراهيم عبود. نعم، هذا في فبراير عام 58 نوفمبر عام 58، ليحكم هذا النظام، ليحكم فترة ثم يعني يكتب الدستور وتستقر الأمور وتستتب، وبعدها يعيد الحكم إلى المدنيين. أيوة، عبد الله عبود. نعم، دي فكرة السيد عبد الله خليل. عبد الله خليل، عفوا. أيوة، الفكرة دي هو أقنع بها السيدين، السيد عبد الرحمن المهدي جدكم والسيد علي المرغني. والدي كان ضدها، بيرى أنه لا يسلم العسكريين أي من هذا النوع. هناك ملابسات كثيرة أود أن أسألك عنها، ولكن هناك نقطة مهمة جدا قبل ذلك. أنت تقول أنه عبد الله عبود ارتأى أن يسلم الحكم للعسكريين ليدرأ خطر مصر وحلفائها في السودان، ولكن التاريخ يقول شيئا آخر، أو السودانيين يتحدثون عن انقلاب، يعني لم أن عبود الفريق إبراهيم عبود استولى على الحكم استيلاء وليس تسليما من قبل عبد الله. لا لا لا، كلام فارق. الحصل أنه انقلاب 17 نوفمبر تسليم وتسلم، عبود نفسه قال هذا الكلام في التحقيق، وحصل تحقيق معه، كان تسليم وتسلم، ما كان في. بالعكس، أنا عبد الله خليل قال لي أنا قلت لعبود وأحسن بشير قائد رئيس هيئة الأركان، قلت لهما أحضر لي قادة القيادات العسكرية عشان أبلغهم بضرورة الجيش يقوم بهذه العملية الجراحية. هما جو له في الليل بدون قادة القيادات، باعتبار أنه قالوا إحنا حنبلغهم، لكن هو كان عايز يكون مش هو بس متفق مع عبود وحسن بشير، وإنما متفق مع كل قادة القيادات ليؤكد الدور التسليم والتسلم. وبالفعل كان تسليم وتسلم، لكن الذي حدث بعد شهرين من هذا الإجراء الانقلاب، القيادة الشمالية بقيادة عبد الرحيم شنان والقيادة الشرقية بقيادة القيادة العسكرية، قصدك العسكرية الشرقية والشمالية، هذان القائدان جاء ويعني حاصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفرض تغييرا. القائد الشرقية اسمه محي الدين أحمد عبد الله، وقائد الشمالية اسمه عبد الرحيم شنان. نعم، هؤلاء قالوا يجب أن نقطع أي صلة بين الانقلاب وبين حزب الأمة. نعم، يجب أن يكون واضح أنه ده مهمة عسكرية ليست لصالح أي حزب من الأحزاب، وليس بالتنسيق مع حزب من الأحزاب، وليس بالتنسيق مع. هنا تحول الموضوع حقيقة إلى انقلاب. نعم، إذا انقلاب ليس ما حدث في البداية في نوفمبر 58. نعم، حينما سلم الحكم إلى الفريق إبراهيم عبود. نعم، ولكن حينما أتى هذان القائدان العسكريان وانقلبا على ذلك الوضع الراهن في بعد شهرين من الانقلاب. نعم، من التسليم. نعم، المهم الرئيس إسماعيل الأزهري كان موقفه من الأول ضد الانقلاب،
والدي كرئيس حزب الأمة ديل رئيس الحزبين نعم كان ضد الإجراء، ولكن جدكم بارك ذلك. أيوة، ما هو جدي كان الوالد في رحلة لبريطانيا، كان في بريطانيا حينها وليس في إيطاليا، كان في لا في في سويسرا، كان عنده مهمة في الخارج، وحدث كل هذا وهو في الخارج، فلم لم يستشر، وهو كان يتوقع حسب متابعتي أنا كإنسان شاب في ذلك الزمن، كان هو قد رتب مع النواب لتسقط حكومة عبد الله خليل يوم 17 نوفمبر عندما يفتح البرلمان. السيد عبد الله خليل تحرك في غيبة والدي، وطبعا هو كان يعلم أنه جدي كان قريب جدا من والدي في الاستشارة والتفاهم، لكن قال الإمام عبد الرحمن وأقنعه بأنه في ضرورة وطنية نسلم الجيش، وده من شأنه يخلي العسكريين يكتبوا الدستور البلد بسرعة. سوغها بأن ذلك في مصلحة البلد للتسريع بوتيرة إنجاز الدستور الذي كان مازال عالقا حتى اللحظة. تمام. ونفس الشيء أقنع السيد علي المرغني، لأنه السيد علي المرغني أصلا ما عايز يجي أسهري رئيس وزراء. أنا لدي تساؤل هنا، رئيس الحزب كما قلت هو والدكم الصديق المهدي، الأمين العام هو من كان الأمين عبد الله خليل، وكان الأمين العام لكان رئيس الوزراء. نعم. ما دور جدكم سيد عبد الرحمن المهدي في كل هذا؟ يعني لماذا، كيف، بأي صفة يتصرف هو؟ أيوة ويقبل؟ أيوة، حصل خلاف في أجهزة حزب الأمة، ما هو دور الإمام عبد الرحمن؟ فبعض الناس قالوا دوره هو عنده فيتو على قرارات الحزب، يعني يكون هو عنده قرار فوق قرار الحزب، وحصل خلاف. نتيجة لهذا الخلاف الإمام عبد الرحمن طلع منشور، أنا لا أتدخل في قرارات حزب الأمة. ولكنه تدخل فعليا، وأي قرار حدث؟ معلش، ما أنا بقول لك ده البيان اللي صدر، أنا لا أتدخل في قرارات حزب الأمة، حزب الأمة يتخذ قراراته بحرية، وأنا دوري راعي حزب الأمة، راعي. المهم في فجوة هنا، ما هو دور الراعي وما هو دور المؤسسات؟ حزب الأمة كان الرئيس السيد عبد الله خليل قد عرض فكرة تسليم السلطة للعسكريين، عرضها، هم كانوا 15 بيمثلوا بيسموه مجلس الإدارة لحزب الأمة، عرضها 13، بقى هو معه واحد، يعني حزب الأمة كمؤسسة كان ضد تسليم السلطة للعسكريين، لكن السيد عبد الله خليل قرر هذا رغم أنف موقف حزب الأمة، وأقنع السيد عبد الرحمن والسيد علي، السيدين، نعم، بمباركة هذا الإجراء. السيد علي المرغني طبعا أصلا هو ما عايز أسهري يعود رئيس وزراء. طيب أنا لدي هنا يعني سؤالان شخصيا ربما خارج إطار هذه التفاصيل في مؤسسات الحزب. السؤال الأول هو علاقة والدك بجدك حينما يتعلق الأمر بالعمل السياسي وتنفيذي داخل الحزب، هل كانوا على خلاف في توجه الحزب؟ النقطة المهمة، هم ما كانوا على، بالعكس كان والدي وجدي يمثلان أكثر علاقة حميمة وثقة متبادلة بين أب وابن، ولكن زي ما بقول الحصل أنه لو كان والدي ما سافر في رأيي، لو كان موجود كان تغير كل شيء أتوقع. نعم. لأنه الجد لم يكن ليستشر أصلا، كانوا سيستشيرون الوالد اللي هو رئيس الحزب. تمام. بعدين أنا كنت على يعني دراية مباشرة بهذا الإجراء. كان هذا الشق الثاني من سؤالي، كنت سأسألك إلى من كنت تميل، مع من كنت أنت في تلك الفترة وأنت شاب؟ أنا كنت على، لا أنا طبعا
لما أول ما سمعت بالانقلاب استقلت من المالية وهاجمت الانقلاب. أنا كشاب مش حزب الأمة، أنا كشاب عملت كده. لكن في نفس اليوم ضرب الهاتف في بيتنا، أخذت السماعة لقيت بيتكلم أبي، قال لي أنا جيت. وطبعا قطع لما سمع الانقلاب قطع رحلته وجه وأقفل عائدا إلى السودان. أيوة، بدون نظام لأنه ما في حد في استقباله. فاتصل في البيت قال لي تعال خذني. فأنا سكت عربي ومشيت له. أول ما قابلته ده شنو اللي عمله ده في الصالة كده؟ أنا يعني في الوقت ذاك ما عندي صفة، ما بعرف أي حاجة. قلت له والله أنا ما بعرف، لكن عملية أنا في رأيي جريمة كبرى، وطبعا بيفتكر أنها جريمة كبرى جدا. وين الإمام؟ وديني له. مشيت وجدنا الإمام عبد الرحمن معه ناس في أم درمان، في الخرطوم، في الخرطوم نفسه. دخل أبي ولأول مرة حصل خلاف، كان أصلا ما في أي نوع من الخلاف. ده شنو يا سيدي اللي عملته؟ يا صديق ما الأمور كانت حتفلت من اليد. يا سيدي حاجة بيدنا نديها لغيرنا. اشتبكوا، يعني أول مرة يحدث خلاف بينهما أبدا. تمام. كما أكدت أنت. تمام. قام ساق ودخل جوا. أبي كان بيقول الآن ننقض الانقلاب ده، ننقض الانقلاب ده هسا. لو طبعا اعتبر الانقلاب ده مؤامرة على حزب الأمة ومؤامرة على الحكومة ومؤامرة على الديمقراطية ومؤامرة عليه. والغريب أن الذي كان يدفع باتجاهها هو الأمين العام لحزب الأمة نفسه. نعم، هو دي النقطة. هو طبعا الأمين العام زي ما قلت في كان المشكلة بتاعت أنه هو بيعتقد أنه في مخاوف في مصر، ولكن كمان هو ما عايز أسهر يجي رئيس وزراء، لأنه كان أي إجراء من هذا النوع على حسابه. نعم، هو أول من يدفع هذا. بالنسبة مخاوفه لمصر كانت منطقية وحقيقية أم أنه كان يبالغ؟ في تقرير أرسله السيد يوسف التني اللي هو كان سفير السودان في القاهرة فيه مخاوف من هذا النوع. لكن كانت أنا في رأيي فكرة أنه يلتقي السيد إسماعيل الأزهري مع السيد علي المرغني بعيدة جدا، لأنه صارت بيناتهم عداوة شديدة جدا. ولذلك حتى لو كان عبد الناصر فكر في هذا ما كان ممكن يحصل هذا. حزب الوطن الاتحادي اللي هو بقيادة أزهري كان أقرب كثير جدا لحزب الأمة في تصنيف العلاقة مع مصر، أقرب كثير جدا. المهم ده اللي حصل. والوالد جاء قال أنا لازم ننقض الانقلاب ده الآن، وحصلت مشكلة كبيرة جدا بينه وبين أبوه. الكلام ده في 17 نوفمبر 58. بعد شوية شهرين حصل الانقلاب على الانقلاب. نعم، اللي هما قادة القطعة الشمالية والشرقية في الجيش. أيوة، هما اللذان ثبتا فعليا هذا الانقلاب وأصبح الحكم عسكريا. تمام. وانقلبوا ثلاثتهم الآن على العهود التي كانوا قد أعطوها للحكام المدنيين بأنهم سيعيدون الحكم للمدنيين. أيوة، مرة أخرى. أيوة، وصار عبد الله خليل من أعداء النظام. ولكن متأخرا أصبح الحكم. أيوة، عسكري الآن ولم يستطع أن يفعل. أيوة، شيء. خلاص يعني انتهى الموضوع. أهم حاجة من ده، بعد 3 أسابيع من الانقلابي ده انتقل الإمام عبد الرحمن إلى رحمة مولاه في 8 مارس 59. والسبب كان مرتبط بحدث سياسي معين؟ أنا في رأيي هو حصل له خيبة أمل كبيرة. أولا في أنه هو راهن على حاجة فشلت، وهو كان مراهن جدا جدا على أنه هذا الانقلاب حيكون فيه خير للبلد، واتضح أنه هو حقيقة أي شيء غلط، واتضح أنه الذي اتخذه هذا كان في خلاف أساسي مع ولده. يعني أنا في رأيي دي عملت له، لأنه كان أصلا عنده ضعف في قلبه،
في هذا الضعف في القلب، أنا في رأيي القلب انفجر. هل كان معمرا حينما توفي؟ كان كبير في نعم العمر؟ نعم 73. نعم. المهم الإمام عبد الرحمن عندما حصل ما حصل، أولا أنه اتضح أنه الانقلاب ده كله خدعة، وأنه عبد الله خليل ذاته كان مخدوع، وأنه جو ناس محوا كل شيء على ما كان متوقع، وأنه موقف الوالد الصديق كان صاح وما كان حقه يعمل العمل ده. المهم أنا في رأيي الإمام عبد الرحمن أحس بخيبة أمل كبيرة جدا، وربما خيبة أمل كانت في محلها، لأنه فعليا الذي حدث أنه تحول ذلك النظام إلى نظام، عفوا، نظام ديكتاتوري بامتياز، حكم البلاد نظام عبود أقصد، أيوة. حكم البلاد لمدة 6 سنوات حتى عام 64. حدث خلالها كثير يعني من التصرفات الديكتاتورية والقمعية، فعليا ألغى الحياة السياسية والأحزاب، منع الاضرابات، أوقف الدستور أيضا، فرض حالة الطوارئ في البلاد أيضا. يعني كانت فترة سيئة جديا سياسيا. تقييمك لهذه الفترة، كيف تنظر إليها سياسيا؟ هو انقلاب كلاسيكي مش انقلاب عقائدي زي ما بعد حصل في انقلاب نميري وانقلاب البشير. ده الانقلابين عقائديين، ده انقلاب كلاسيكي، ضباط يحكمون ويبعدون المدنيين وبدون ايديولوجيا، بدون تحول الى انقلاب عسكري محض واضح بدون ايديولوجيا. المهم انا في رايي كان اقل سوءا، لانه ما دخل في محاوله اعاده تركيبه البناء السوداني او اعاده هندسه الانسان السوداني او فرض ايديولوجيه، كان اداره عسكريه للبلاد بس. في الاثناء ده لما انتقل الامام عبد الرحمن كان بيعتبر الصديق او ولده خليفته وشريكه، ولذلك صار هو امام. وضع في وصيته انه يترك الامامه لابنه الصديق. الصديق لما عمل كده، والدي اصلا ما نكس رايه اسقاط النظام منذ ان جاء، انه هذا الانقلاب باطل ويجب ان يسقط. انا كابنه اللي كان مفروض امشي في كاليفورنيا وامشي في حته زي دي، لغيت هذا كله، أمشي كاليفورنيا كيف؟ ووالدي جاء في وجه المدفع، في وجه المدفع مع جماعة مسلحة وشرسة. هل كانت هذه هي الحادثة فعليا التي أدخلتك من المدخل الواسع للسياسة؟ كان نعم أول مرة نعم تجد أول نفسك أنك اتخذت موقفا سياسيا ويجب أن تدافع عنه وتبقى في بلدك ولا تغادر؟ يعني أنه أهم حاجة أكون إلى جانب والدي. نعم. لأنه هو أنا عارف هو قدر إيه مستنكر هذا الانقلاب، ومعروف أنه قدر إيه الانقلاب أو قادة الانقلاب سوف يستهدفونه. نعم. لأنه هو رافع راية واضحة جدا ضدهم، وتحول فعليا إلى أشرس مناوئ ومعارض لذلك النظام. تمام. نظام عبود. أو أول حاجة حصلت كتب مذكرة لل يعني في وفاة يعني الاستقلال، في مناسبة الاستقلال كتب مذكرة للقوات المسلحة أن تذهب إلى سكناتها وأن تصفي النظام العسكري. بعد طوالي التحق به السيد إسماعيل الأزهري، لأنه أصلا إسماعيل الأزهري كان ضد الانقلاب منذ البداية، فهما كونا موقف موحد وفقط للمطالبة بتطبيق الضمانات، لأن العسكر كانوا قد أعطوا ضمانات بتسليم إعادة تسليم الحكم للمدنيين في البداية. ده طبعا ده غير الجماعة اللي عملوا الانقلاب على الانقلاب. نعم، هذا كان في البداية، الآن تحولت الأمور تماما. أيوة. المهم طبعا ده أنا لما حصل كده راجعت موقفي وصرت هنا إلى جانب والدي، واللي حصل السيد إسماعيل الأزهري ووالدي وكل القوى السياسية. طيب اسمح لي نتوقف هنا، عفوا دقيقة واحدة، نتوقف هنا عند فصل قصير وواصل معك في نفس النقطة، لأنه وصلنا إلى منتصف الحلقة. كويس. دقائق قليلة ثم نواصل. كويس. إذن فصل قصير مشاهدينا ونعود لنلقاكم ونواصل حديثنا مع ضيفنا الصادق المهدي.
أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. سيد صادق، كنا نتحدث عن تقييمك لفترة عبود والإجراءات القمعية والديكتاتورية التي اتخذها، أضيف إليها نقطة مهمة إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذها، وهي فيما يتعلق بإجراءاته القمعية بخصوص الجنوبيين، جنوب السودان، لأنه اتخذت على مدى حكمه، طبعا ليس ضربة واحدة، فترة واحدة، فضل اللغة العربية والإسلام على قبائل ومناطق ليس لها لا علاقة لا بالإسلام ولا باللغة العربية بشكل قمعي، ما أثار حنق الجنوبيين عليه وزاد من مشاكله السياسية، ليس كذلك؟ شوف يا حبيب، الحصل هو الآتي: النظام الديكتاتوري الأول في السودان عنده رؤية ويشترك فيها كل المثقفين الشماليين على الأقل، أن الجنوب يجب أن يكون التعليم فيه موحد مع الشمال، تعلموا اللغة العربية، ويعني يكون فيه نوع من وحدة التعليم، بينما الجنوب في كل الفترة كان التعليم فيه لدى المبشرين المسيحيين، فكان في يعني فجوة كبيرة جدا بين التعليم في السودان الشمالي والتعليم في الجنوب، لأنه الإنجليز دي واحدة أخرى من أخطائهم الكبيرة، سلموا ميزانية الدولة في الصحة والتعليم للمؤسسات التبشيرية، فصارت المؤسسات التبشيرية تمارس حتى ما يخص نظام الحكومي فيما يتعلق بهذا، فعشان كده صار أغلبية ساحقة بين المثقفين الجنوبيين أنجلوفون وكريستيان، خلقت لهم في أثناء تلك الفترة هوية جديدة، وهذه الهوية الجديدة صارت جزء من الواقع الجنوبي. يعني لدرجة أنه حتى حينما يتم الحديث عن اللغة الرسمية في الجنوب يتحدث عن اللغة الإنجليزية. أيوة، هذا مستغرب. ما تسبق، أنا داير أقول في الوقت ذاك نعم. بقى الجنوب التعليم الموجود المتبع في الجنوب أنجلوفون مسيحيين، والحصل أنه في حكم عبود تقرر توحيد التعليم بحيث أنه يعني تنقض هذه الخلفية، وطبعا ده بدون تخطيط بدون تدبير، وده مؤكد مصدر مشاكل. لكن الحكاية اللي جابت يعني الصدام، قاموا قرروا توحيد يوم الإجازة من يوم الأحد إلى يوم الجمعة. الجمعة للمسلمين والأحد للمسيحيين. أيوة، فكان الجنوب يتبع الوضع المسيحي في أنه الإجازة يوم الأحد، وفرضوا على يوم الإجازة تبقى واحدة في الشمال والجنوب يوم الجمعة. نحن المسلمين يوم الجمعة ما عندنا يوم يعني مقدس، عندنا ساعة مقدسة لكن اليوم ممكن نشتغل فيه ما عندنا. المسيحيين عندهم هم واليهود اليوم السابع ده سابس، ده يوم مقدس، ولذلك ما يمس، يعني مش مسألة إجازة، حاجة مربوطة بالعقائد. فلما عملوا كده المبشرين المسيحيين وقد كانوا موجودين لسه في الجنوب، هل كانوا بريطانيين؟ معظمهم بريطانيين؟ لا، من كل الجنسيات، لكن أهمهم الكاثوليك اللي هم أغلبهم إيطاليين. نعم. عارضوا هذا التغيير. لما عارضوا هذا التغيير قامت الحكومة الدكتاتورية طردتهم. هنا أنا كتبت كتاب يعني سميته مسألة جنوب السودان، وقلت فيه أنه الإجراءات دي إجراءات يعني فطيرة وعلوية، وأهم ما في الأمر
أن مشكلة الجنوب لا تحل بالمسائل العسكرية، لأنه مش بس المشكلة دي بتاعت يوم الأحد والجمعة، ولكن عندما حل البرلمان الجنوبيين اللي كان عندهم وجود كنواب وكوزراء وكحزب وعضوية في مجلس السيادة كله ده انتهى لما قام الانقلاب. ما عندهم عضوية في مجلس الثورة، مجلس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، جابوا واحد جنوبي بس، وكان الدستور بيقول على الأقل اثنين. وعلى أي حال كل المجموعة بتاعت السياسيين الجنوبيين بقى ما عندها الشغل. هؤلاء مشوا كامبالا ونيروبي في المحلات دي، وهناك كونوا حاجة سميت سانو، اللي هو السودان أفريكان يونيون. الحزب ده بقى هو أول يعني بذرة بتاعت مقاومة. الجماعة اللي مشوا كونوا سانو دول كانوا هم كل السياسيين والنواب والوزراء والممثلين الجنوبيين في مجلس السيادة إلى آخره، كلهم راحوا هناك. نعم، وكانت هذه بوادر التمرد السياسي والعسكري الجنوبي؟ أوريك ده في الأول التمرد السياسي، وطبعا ده اللي احتضناته بعد كده إسرائيل، ووجد احتضان من الكنائس إلى آخره. الحصل بعد كده لما كان حصل تمرد في الجنوب سنة أغسطس 55 قبل الاستقلال، الناس اللي تمردوا حوكموا ضباط. هو التمرد ده ما كان سياسي في ذلك الوقت، التمرد في يعني قوة جنوبية أمرت بأنها تنتقل من الجنوب إلى الشمال، لأنه كانوا عايزين يغيروا ما تكون في صلة ما بين التركيبة العسكرية والإقليم اللي هم فيه. نعم، فده في عهد قبل الانقلاب وقبل في أغسطس 55، يعني حتى قبل الاستقلال. قبل الاستقلال. المهم العسكريين اللي حوكموا سجنوا. لما عبود في سنة 63 دعي عشان يمشي لأديس أبابا عشان منظم أول جلسة لتكوين منظمة الوحدة الأفريقية كعلامة بتاعت يعني حسن نية إلى آخره، أطلق سراح هؤلاء العسكريين اللي أطلق سراحهم ديل كلهم راحوا انضموا للسياسيين الموجودين في الخارج، وكونوا حركة سميت الأنيانية، اللي هي الحركة الاسمها يعني الحشرة السامة، اللي هي بقت في قاعدة سياسية وقاعدة عسكرية. نعم، يعني وبتصرفاته القمعية والديكتاتورية تلك من حيث لا يحتسب كان يسهم بطريقة غير مباشرة في تكوين التمرد الجنوبي الذي بدأ سياسيا ثم بعد إطلاق سراح هؤلاء الضباط أصبح عسكريا أيضا. أيوة. فده بقى في يعني التركيبة دي خلت في حركة جنوبية مسلحة، وبهنا في غبينة، لأنه الجنوبيين أصلا اللي كان عندهم وجود واعتراف ومكانة سياسية راحوا، ولكن غبينة دينية كمان لما بقى في مشكلة حول الأحد والجمعة وتوحيد التعليم، بينما التعليم في الجنوب أصلا كان مستقل ومختلف بتاعت مبشرين. نعم نعم. أعود إلى نقطة مهمة وهي مسألة وفاة جدكم الإمام عبد الرحمن المهدي التي كانت عام 59. هل بوفاته انتقلت بشكل أوتوماتيكي الزعامة السياسية في حزب الأمة إلى ابنه الذي أصبح الأمر النهي في الحزب، وأيضا انسحب نفس الأمر على الإمامة بالنسبة للأنصار وأصبح الإمام أصبح خليفة بنص الوصية؟ يعني بشكل تلقائي حدث هذا سياسيا ودينيا؟ أيوة طبعا، حزب الأمة وكل الأحزاب كانت في ذلك الوقت قد حلت، ما في حزب سياسي في الوقت ذاك، لأنه النظام العسكري حل كل الأحزاب والنقابات وكل شيء، لكن صار الوالد إمام الأنصار، وبالتالي تلقائيا
القائد للمجموعة الأنصار. وطبعا زي ما بقول طوالي هو بدأ قيادة العمل السياسي، وفي ذلك الوقت لأول مرة برضو في تاريخ السودان الحديث صار في إجماع على قيادة سياسية انضم لها أزهري وغيره، وحتى عبد الله خليل. عبد الله خليل نفسه يعني طبعا أدرك أن كل كلام كان في ذهنه حول ما سيفعل الجيش انتهى، لأنه الجماعة اللي جو وعملوا التغيير في تركيبة الانقلاب كان همهم أنهم يقطعوا أي صلة بعبد الله خليل وبحزب الأمة. بالمناسبة هذان القائدان العسكريان اللذان حول ذلك التسليم إلى انقلاب، هل أصبحت لديهم مناصب عليا في الدولة نعم بعد ذلك؟ نعم طبعا. هو الحصل الآتي، أول حاجة غيروها كان في مجلس بيسموه مجلس قيادة الثورة، مجلس الأعلى للقوات المسلحة، هم ما تكلموش في الأول عن ثورة، المجلس الأعلى للقيادة للقوات المسلحة. المجلس الأعلى للقوات المسلحة ده مكون من الضباط بحسب الأقدمية، في اثنين ما دخلوش بسبب الأقدمية، هم دي واحدة من الحاجات الغباين اللي حركت الضباط ديل. عوض عبد الرحمن صغير، وحسين علي كرار، دول كانا يعني أقل رتبة من عبد الرحيم شنان ومحي الدين أحمد عبد الله، ولذلك شطبوا ديل من المجلس ودخلوا هم. وطوالي طبعا بقى عندهم مركزهم في المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كان في واحد ضابط مهم جدا نائب القائد العام اسمه أحمد عبد الوهاب. أحمد عبد الوهاب ده كان ضابط مش بتاع حركات بتاع حاجات زي دي، عايز انضباط، عسكري صارم كما تعني الكلمة. أيوه، وفعلا هو من أكفأ العساكر، يعني الإنسان يفكر عنه منضبط جدا وانضباطي جدا، حتى في بيته مو لازم تنضبط كلها، ما فيش يعني جانب للمسائل الاجتماعية وزي دي. المهم قام هو قال الضباط ديل يحاكم، محي الدين أحمد عبد الله وعبد الرحيم شنان لازم يحاكم، لأنه جو وحاصروا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وده عمل غير انضباطي، هو ماشي بمفهوم عسكري، لكن دول حقيقة عملوا عمل سياسي. نعم. يعني تحول الموضوع حقيقة. فلما ما وافقوه كلهم بما فيهم عبود لم يوافقوا على موقفه استقال. استقالته دي برضه كانت مسمار آخر في نعش التسوية اللي كانت متفق عليها مع عبد الله خليل. نعم، يعني الأمور أصبحت يعني تتدهور شيئا فشيئا مع استمرار الأحداث. انتقل هنا إلى عام 61، حدث آخر مهم جدا نتجت عنه أحداث ربما تكون أهم، أحداث المولد التي قامت بها يعني القوات السودانية العسكرية السودانية ضد معسكر الأنصار، وقتلت الأنصار طبعا التابعين لوالدكم حينها كان قائدهم، وقتلوا ربما المئات وجرحوا أيضا. لا، حصل الآتي، كان مناسبات الأنصار والمناسبات الوطنية بتبقى فيها خطابات شديدة جدا وطنية، هذه مناسبة المولد النبوي، لماذا لذلك سميت المولد؟ نعم. وكان لما يجي استقلال السودان ولا أي مناسبة بيكون في كلام أساسي جدا من الوالد، والوالد كان بيكلفني أنا أكتب هذه الخطابات. وطبعا أنا يعني اي عائله بديها صوت، ما بتكلم بطريقه يعني حماس وشباب وكده مش عارف ايه، وهو كان بيقبل الكلام ده، بيديني رؤوس المواضيع وانا بدي بكتبها ويلتزم بالخطاب فعليا، يعني أيوة يقرأ كل كلامك، ما عنده تحفظ على اي شيء. لا ابدا، هو كان يعني حقيقه
يعني شاعر بجرح شديد جدا في أنه نحمل مسؤولية الإطاحة بالديمقراطية. يعني هو كان شاعر بدي حتى في يعني مشهد وفاته كان المسألة دي ظاهرة جدا. المهم هو كان يعني متألم جدا جدا. المناسبات كانت إذن أي مناسبة فيها نبرة ضد الدكتاتورية ومع الديمقراطية وإلى آخره. ففي المولد كان في طبعا بيجوا الشعراء والمادحين والمنشدين. الحكومة قررت أنها تهجم على هذا التجمع المدني، ما فيه عسكرية ولا فيه سلاح ولا فيه أي حاجة، وكانت عملية فيها إهانة شديدة جدا. والمدهش أنه مع أن ماتوا أو قتلوا 12 من الأنصار اللي كانوا في المشهد ده، لكن هم ما ماتوا وحدهم، قتلوا كمان 8 من العسكر من العساكر. كانوا مسلحين هم؟ ما مسلحين، يعني ما هو ناس يعني ما هو بيشيلوا سلاح يضربوك به، يعني ما هم كانوا مدنيين، مناسبة عادية جدا. المهم هذا الأمر يعني الإمام الصديق والدي يعني دخل عليه ب يعني إحساس بال يعني المهانة شديد جدا جدا. يعني كيف يتجرأ الجيش ويهجم على احتفال مدنيين. ديني مدنيين ومولد أيوة. ويقتل هذا 20 من الطرفين، 12 من الأنصار نعم. و8 من الجيش نعم. أنا في رأيي دي هذه المن هو كان صحته كويسة، أنا ما كان بيشكو من شيء، لكن أنا بذكر تماما برضو دي كانت مناسبة أنا باشرتها يوم السبت. يوم السبت أول أكتوبر كان بايت أكتوبر 61 61 أرسل لي الصباح يا فلان تعال، أنا مشيت له قال لي أنا شاعر بنزلة ولا حاجة غايته، مهم حاجة بسيطة أمشي أندهلي منصور علي حسيب. منصور علي حسيب ده دكتور كان دفعته في الكلية صديقه، يعني أمشي يجيب لي منصور علي حسيب ودكتور. فأنا مشي جبت دكتور منصور. دكتور منصور شخص جاب ناس تانين، المهم هو عرف أنه في أزمة قلبية مش نزلة يوم السبت. وبعدين ابتدوا يجيبوا متخصصين وفي القلب، وأول فكرة كانت أنه يسافر عشان العلاج. فالأطباء قالوا ما بيقدر يسافر، يعني هو في وضعه لا يستحمل. أيوة وضعه لا يستحمل. المهم يوم 2 أكتوبر 61 الأطباء في رأيي وصلوا لرؤية أنه الحالة احتضار، مع أنه هو ما غبى، لكن هم واضح أنهم تشخيصهم أنه دي حالة احتضار، لأنه الغرفة كانت مليانة. هو قاعد في وسطها يعني مسجة كده ناقد. فقام هو قال يا صادق أمشي جيب لك جيب ورقة وأكتب. هذا الطبيب اللي طلب هذا؟ لا لا والدي. هو نفسه طلب. حتى الواحد اسمه مورغان دكتور انجليزي كان مدرس في جامعة الخرطوم في كلية الطب في الخرطوم قال لو في جنة إمام كنت رايح هناك طوالي، لأنه في الحالة دي الواحد بيكون إما متألم لا يستطيع يتكلم أو مخدر. نعم. أما يكون واعي وما مخدر ويتكلم دي مستحيلة في حالته الطبية التي شخصوها. أيوة. يا فلان جيب ورقة وأكتب خيركم من مات على وصية، قاعد يقول أحاديث كده خيركم من مات على وصية. يعني أحس فعليا بأن أجله قد اقترب. أيوة أيوة هو خيركم من مات على وصية، وليس مما من مات ليس منا من مات ووصيته ليست تحت وسادته.
أمشي أنا الأيام ما مهلتني كده اللغة، أمشي جيب ورقة أكتب، يقوم الأطباء يقول لي يا سيد ما أكتب، أملاني الوصية في الآخر نشرت كلها، يحصل إيه، حافظوا على حريات الناس، الديمقراطية، بيت المهدي، الإمامة، كل شيء الإمامة قال فيها، أكون مجلس خماسي من عدد ناس سماهم، لكن ما يكون واحد، يعني ما يكون مش هم المسؤولين عن الإمامة، هم يعملوا نظام ليختار إمام الأنصار. نعم، المهم بالشورى يعني. أيوه، أنا كتبت الكلام ده كله. بعد ما أنا كتبت الكلام ده قال لي أمشي نادي فكي عبد الله إسحاق، فكي عبد الله ده أحد فقهاء الأنصار، جيبه خليه يقرأ، إحنا عندنا الراتب يقرأ الراتب ومعه حزب من القرآن. بعد ما خلص من العملية دي كلها قام هو الوالد عمل عملية يعني ما مفهومة لإنسان يعني يفتكر أنه يعني الإنسان ده مريض ومحتضر وكده وكده. الفاتحة على روح أبوك. إحنا في السودان عندنا النظام زي ده، لما يجي الواحد يعني يعزيك بيقرأ الفاتحة، فهو بيقول لي الفاتحة على روح أبوك، على نفسه يعني. أيوة على نفسه، أيه الفاتحة على روح أبوك. أنا يعني ناس قال أو الغرفة مليانة كلها ناس، كله مستغرب طبعا. أي طبعا كلنا مستغربين إنه ده شنو، يعني الفاتحة على روح أبوك. ودلوقتي خلوني أرتاح. كان عنده الدريبس دي اللي بيعملوها بتاعات النفس، شاله وشال الدريب ورقد. بس يعني كانت حاجة لو الإنسان كتب عنها ما يصدق، يعني لو كتب هذا الكلام أو روي وقيل لشخص ما لا يصدق، ولكنك حضرت هذا وشاهدته بأم عينيك. مش أنا، في 11 جماعة من الناس، في 11 طبيب موجودين في الآخر، هم كلهم مضوا معاي على الوصية، 11 طبيب والغرفة مليانة ناس غير الأطباء. يعني لقينا الأطباء، أنا بعد ما كتبت الوصية و يعني استكت يعني خليتهم يوقعوا عليها لأن هم كلهم حاضرين. نعم. المشهد أشبع ما يكون بمسرح، مش إنسان يعني. غريب أنه توفي صغير في السن نسبيا، يعني 52 سنة في، أيوة نعم، يعني ما زال في متوسط العمر. نعم. لم يصل 60 بعد. نعم نعم، هي أصلا دي السن اللي بيقولوا دايما أخطر الأعمار بالنسبة للقلب، ما أعرف ليه يعني بيقول. نعم. كده الأطباء. وبالنسبة للوصية التي كتبتها بخط يدك كما قالها لك، يعني هو لم يوصي بخليفة للإمامة، لا لا، هو وهذه شكلت ربما مشكلة فيما بعد، أنه وقع خلاف على من يخلفه. نعم نعم، هو أكبر شخص في بيت المهدي كان السيد عبد الله الفاضل، اختاروا يبقى رئيس مجلس خماسي، وخد في المجلس الخماسي معه ثلاثة من أخوانه، أخوان والدي يعني الهادي ويحيى وأحمد وأنا، نحن الخمسة نمثل المجلس الخماسي على أن ندير شأن الأنصار إلى أن نرتب لانتخاب الإمام. نعم، هل صحيح أنه ربط انتخاب الإمام أيضا بهذا المجلس الاستشاري الخماسي بالإضافة إلى سقوط الدكتاتورية العسكرية؟ هل هذا صحيح؟ لا، ذكر في الوصية ذاتها أنه واجبكم، يعني نحن ما عندنا مطلب خاص كأسرة، مطلبنا حريات الناس والديمقراطية، حققوا هذا مهما يكلفكم الأمر. نعم. وبعدين قاعد يتكلم عن الأشياء المختلفة، وبعدين يتكلم عن تركيبة المجلس الخماسي ده عشان يبقى المجلس ده مسؤول. وكيف انتهت الإمامة في نهاية المطاف؟ أتوقع آلت إلى عمكم الهادي المهدي. كيف حدث؟ الحصل هو أنه كان
في سيد عبد الله مسافر اللي هو ال 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 ابن عم أبي وأكبر شخص في بيت المهدي. فكان مسافر ماشي موسكو عنده أغراض، ولكن عامل كونكشن في روما. فالمهم بعد في الكونكشن ده هو بلغوا الخبر، فرجع إلى الأندرمان. وقبل دفن الإمام اجتمعنا نحن الأربعة، أحمد ما كان موجود، كان في إنجلترا، اجتمعنا نحن الأربعة، السيد عبد الله اللي هو عمي واللي هو رئيس المجلس الخماسي اطلع على الوصية لأن أنا نقلتها اليوم. قال ما معناه؟ أنه عادة السودانيين أن الشخص المتوفى يصلي عليه خليفته، فلا بد نعرف من هو الخليفة، وإحنا في ظروف ما بتقبل أن نؤجل هذا الموضوع. إذن لازم نحن نتفق على من يكون. ليس في ذلك مخالفة لروح الوصية؟ في مخالفة، أيوه. وخاطب يحيى اللي هو عمي أصغر من الهادي، يا يحيى أنت ما دام أخوك موجود ما بتتطلع تكون. إذن الإمامة بين الهادي والصادق، الابن الأخ والابن. وطبعا حكاية الأخ والابن دي عاملة الخابط في كثير جدا من نعم. هل تنتقل الخلافة إلى الابن أم الأخ؟ لخبطت عهد بني أمية وعهد بني العباس كلهم الحكاية دي. المهم فهو قام قال كده، قمت أنا قلت أنا ما موافق على أننا نحن نختار الإمام لأنه دي ما الوصية. قام هم أجمعوا على أنه لا نختارهم نحن، فيبقى أنا أقلية. والخيار ما زال بينك وبين عمك وبين عمي. وكان في ناس بيكتبوا مذكرات عشان يقولوا لصالحي أنا يعني، لأنه المهم الحصل أنه أنا وافقت أنه المجلس الأغلبية بتاعته بقت كده، بشرط أنا أعلن للناس الوصية ونقول نحن خالفناه، أعلنها وقول نحن خالفناه ونقول السبب اللي خالفناه به. ثانيا الخط السياسي ضد النظام يستمر، وهذا من روح الوصية أيوه. وافقوا. ولذلك بينما الإمام بيدفن أنا في ميكروفون قريت الوصية على الناس وقلت أننا نحن الخمسة أو المجلس الخماسي لمصلحة رآها اتفقنا أننا نعدل الوصية في هذا البند. نعم. والإمام المقبل هو، ولكن أنا عايز وصية الإمام العبد الصديق تبقى دستور الإمامة في المستقبل. نعم. تبقى دستور الإمامة في المستقبل، وده اللي كان. وأعلنت اسم الإمام الهادي المهدي إماما نعم. خلفا لوالدك. نعم. طيب إذا سمحت لي أن أتوقف عند هذه الحادثة لنواصل حديثنا عن مستقبل السودان وما حدث بعد ذلك وانتهاء حكم عبود في الحلقة المقبلة الأسبوع المقبل بإذن الله. مشاهدينا الكرام، ملتقانا إذن يتجدد الأسبوع المقبل لنواصل حديثنا مع السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني الأسبق ورئيس حزب الأمة القومي السوداني. شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء. كان معكم بدر الدين الصائغ. السلام عليكم.